مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم مفروكة الفستق الحلبي بالقشطة. شكل يعني شو بدي اقولكم، الشكل بيحكي عن الطعمة، فخامي فخامي على الحل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا نص كوب فستق، نص كوب سكر بودرة، وكوب سميد. بحط الفستق بالخلاط، سكر البودرة، بضيف كمان ربع كوب قطر، بحط بالطنجرة ملعقتين سمنة، كمان ملعقتين طعام زبدة. بندوبهم مع بعض على الغاز. بس دوبتهم هلا بضيف فوقهم السميد. كمان تضيف ملعقة طعام مزهر. بخلطهم منيح مع بعض ليمتص السميد السمنة والزبدة. طحين الفرخة، هيدا سميد ناعم، طحين فرخة. بس السميد امتص السمنة والزبدة بهيدا الشكل، هلا بدنا نكفي انا وياكم العجينة. شيلن عن الغاز، بنحط الخليط الاول، خليط الفستق فوق خليط السميد. خليطهم منيح ليصير عنا عجينة متماسكة. صار عندي عجينة بهذا الشكل عم تتماسك مع بعض، شايفين كيف؟ بعد ما خلطت العجينة منيح راح اضيف فوقها صبغة لون اخضر شي خفيف. انتو من الافضل ما تحطوا صبغة، بس انا عشان تعطي لون بالصورة. حركها منيح لتعطي بس لون كتير خفيف. بس اخدت هيدا اللون الخفيف، هلأ بدي مدها بالصحن. بس مديتها بالصحن، هلا بتركها على جنب لتبرد بحرارة الغرفة، وبرجع بحط عليها القشطة. بدنا نقلي المكسرات اللي بدنا نحطها على وجه المفروكة. أول شي بحط زيت نباتي، حطيت حوالي ملعقتين طعام زيت نباتي، ملعقة طعام سمنة. أول شي بقلي الكاجو، بس قليتهم بهيدا الشكل لون خفيف، منشيلهم بحطهم بالجار.
حط اللوز، شيل اللوز كمان وبحطهم بالجار. كمان الصنوبر اخذ لون خفيف بصفيهم. كمان القشطة كانت عندي بالبراد، هلا بحطها على وجه المفروكة. هيدي المفروكة عمليتها قبل هلا، بس حبيت اعدلكم اياها، عمليتها فيديو كتير قديم. فيكن تقلوا المكسرات بس بالزيت، وفيكن بس بالسمنة. كمان بحط اللوز. هلا الصنوبر، اكيد انتم بتستعملوا المكسرات المتوفرة عندكم بالبيت. كمان رح احط رشة صغيرة فستق حلبي. فستق حلبي ناعم بهيدا الشكل بيعطي كتير شكل حلو. هيدي مفروكة الفستق الحلبي اللي عملتها أنا وياكن، مفروكة كتير كتير فخمة وبتبيض الوجه بالنسبة للضيوف. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكن، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي حبايبي. قبل التقديم بترشوا عليها قطر.